كلما كانت الإصابة شديدة كلما كانت مستوى الأجسام المضادة أعلى، وكلما كانت الإصابة خفيفة الأعراض وقليلة أو قصيرة كلما كانت أقل. وهذا أيضا له علاقة في إعادة العدوى، حيث أن من أصيب إصابة شديدة بالعادة لا يعدى مرة أخرى، وإذا تمت العدوى لا تكون عدوى قوية ولا عدوى شديدة، بعكس من مثلا لم تظهر عليه أعراض قوية فهذا معرض لإعادة العدوى أكثر كونه لا يمتلك كمية من الأجسام المضادة أعلى. ولكن هناك أيضا أمر آخر مهم، وأعتقد أنك ستسألينني في إياه، وهو أنه هل كلما كانت الأجسام هذه المضادة أكبر معنى ذلك أنها فقط يعني تمنع الإصابة، أو الشخص الذي أصيب وإصابته كانت قوية ولم يكون أجسام مضادة أكثر؟ نقول أن هناك عامل آخر لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الفحوصات، وهو المناعة التي تأتي من الخلايا التائية، وهي مناعة لا نجري قياسها في المختبرات بالنسبة لنا.